للمزيد من المتابعة والتفاصيل أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. دكتور محمود إذا أرحب بك معنا في هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز. دعني أبدأ معك بالتوجيهات الأخيرة للدولة المصرية في سياق الحد من غلاء الأسعار، الوقوف ربما أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية التي حدثت على مدار الفترة الماضية. أبدأ معك ربما بأهم هذه التوجيهات فيما يتعلق بالقمح تحديدا. السيد الرئيس أوجه أو وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أرنب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي. دعنا نفند للمشاهد الكريم كون أن مصر تعتبر بشكل أو بآخر هي أكبر مستورد للقمح من روسيا، ولكن مع ذلك لم تتأثر بشكل مبالغ فيه فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية. أنا سأقرأ لك بعض الأرقام وسأترك لك الحديث دكتور محمود. يعني مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح العام الماضي وصل إلى 3.2 مليون فدان، العام الحالي 3.6 مليون فدان، حجم محصول القمح المحلي وصل إلى 3.5 مليون فدان مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى 5.5 مليون طن. اتفضل يا فندم. يعني خليني بس في البداية يعني علشان المشاهد الكريم يعني يكون لديه بعض المدركات خاصة بتفنيد هذه الأرقام، ويمكن المنتجات الزراعية وخصوصا المنتجات الغذائية منها مرت بأكثر من مرحلة منذ العام 1996 ومؤتمر الغذاء العالمي الذي عقد في روما وظهر معه مفهوم الأمن الغذائي باعتبار أن السلع أو المواد الغذائية حق أصيل من حقوق المواطن أو من حقوق البشر، يجب أن تتوافر بكميات مناسبة ومتوافرة وبكميات آمنة أيضا. الأمر كمان ازداد تطورا وازداد أهمية خصوصا بعد ظهور مجموعة من الآثار الاقتصادية أو الظواهر الاقتصادية التي بدأت تظهر، منها فكرة التحضر غير المنضبط وهو المقصود به يعني البناء على المساحات الزراعية دون مراعاة بالشكل الذي أنقص المساحة المتاحة للزراعة، زيادة عدد السكان، تآكل الموارد الطبيعية، تحدث تحديدا عن المياه العذبة، تحدث عن المساحات المنزرعة، ثم بعد ذلك ظاهرة الاحتباس الحراري أو التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهاء بتداعيات جائحة كورونا التي زودت أو أعطت المواد الغذائية والزراعية قيمة وميزة وأهمية أكبر من أهميتها التي كانت موجودة في السابق، لأنه مع حدوث هذه الجائحة وحالة الإغلاق الكبير حتى من كان يمتلك الأموال لاستيراد هذا النوع من السلع في حالة الانغلاق التي حدثت للعالم والتي ربما تكرر لا قدر الله في مرات أخرى، إذا فهذه السلع يجب أن تعامل معاملة سلع الأمن القومي التي يجب أن تنتج محليا حتى وإن كانت تكلفة استيرادها من الخارج أقل من تكلفة صحيح. ربما ذلك يأخذنا دكتور محمود إلى فكرة الاكتفاء الذاتي، هذه الفكرة التي تنتهجها مصر على مدار السنوات الماضية أو توجيهات الرئيس يعني بفكرة الاكتفاء الذاتي واستراتيجية مصر 2030. نعم، ويمكن الدولة المصرية اتخذت خطوات مسبقة في هذا الإطار، الحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بتشجيع زراعات معينة والحد من بعض الزراعات التي تستهلك منسوب أكبر من المياه، القرارات الكثيرة الخاصة بتحجيم الزراعة أو البناء واستغلال الأراضي الزراعية والبناء عليها بقرارات حكومية ثابتة وراسخة للحفاظ على المساحة المتاحة من الأراضي الزراعية، الاهتمام ببعض المحاصيل الزراعية التي تعتبر أحد أو يعني تدخل بشكل مباشر كمحاصيل لها علاقة باعتبارات الأمن القومي وتحديدا محصول القمح. دعنا لا نغفل أيضا استصلاح 1.5 مليون فدان، يعني أكبر مشاريع الدولة القومية يا فندم. ويمكن ده يعني هذه المشروعات التي كانت في البداية في حال قيامها كانت يعني تعرض للانتقادات من البعض على اعتبار أنها تستهلك الحصيلة الدولارية التي كانت موجودة في الدولة، يمكن ما يحدث الآن من تداعيات هو خير رد على كل هذه الانتقادات التي تقال، لأنه لولا كل هذه السياسات متشابكة ومتكاملة بعضها البعض كانت دولة بحجم الدولة المصرية فيها فجوة كبيرة فيما يتعلق، وخصوصا إذا كنت بتكلم عن القمح بشكل خاص،
هناك فجوة رغم زيادة المساحات المنزرعة، لكن هناك فجوة كبيرة بين ما هو معروض وما هو أو بحجم الطلب أو ما يتم استهلاكه. كانت دولة زي الدولة المصرية إبان جائحة كورونا، كان الاقتصاد المصري لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصمد أمام هذا الجائحة. نعم. وكنا إما أن نتعرض إلى نوع من أنواع نقص المعروض يؤدي إلى حالة من حالات التضخم الجامح، يعني ارتفاع سعر السلعة بشكل كبير، أو لا قدر الله كانت توصل إلى مشاكل أكبر من ذلك، قد تصل أو توصل في بعض الدول إلى نوع من زيادة معدلات الفقر أو إلى مجاعات وغيره. نعم. لكن صمود الاقتصاد المصري بهذا الشكل وثبات الأسعار في قلب الجائحة إنما يعطي دلالات كبيرة ومباشرة على أن الدولة المصرية أنها ما حدث في صمود ومرونة الاقتصاد المصري أمام هذه الجائحة لم يكن على الإطلاق من قبيل الصدفة، إنما كان نتاج مجموعة من القرارات ومجموعة من التوجهات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر استطاعت الدولة من خلالها أن تصمد أمام هذه الجائحة. صحيح. حتى من يروج لفكرة أزمة أوكرانيا على اعتبار أن الدولة المصرية من أهم مستوردي القمح، يمكن 97% من حجم استيراد القمح بيأتي من أوكرانيا وروسيا، لكن الدولة المصرية تستطيع بما تمتلكه من مخزون استراتيجي، بما تمتلكه من سياسات، ألا تتأثر بشكل كبير من جراء هذا الأمر، خاصة أنه كمان الأمر لا يتوقف على المساحة المنزرعة وفقط، وإنما الأمر له ارتباطات أخرى لها علاقة بأسعار الأسمدة التي يمكن أن تزيد نظرا لوجود أزمة طاقة نتيجة لتوتر الأوضاع ما بين روسيا وأوكرانيا. فالأمر مرتبط بأكثر من توجه. طيب دكتور محمود، لو سمحت لي، يعني كونك تحدثت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا في وقت سابق تحدثت عن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، البعض كان يتحدث أن ما يحدث الآن في أوكرانيا أو لهذه الأزمة الروسية الأوكرانية أتت ربما بشكل أو بآخر في وقت سيء للغاية، خاصة أن الاقتصاد العالمي لم يتعافى حتى هذه اللحظة من تداعيات أزمة كورونا. أسألك عن هذه النقطة تحديدا لتفنيد أيضا بعض الأرقام الأخرى. إن كنا نتحدث عن التضخم، التضخم زاد بشكل كبير للغاية في كل دول العالم، استطاعت مصر الحد من أثاره. الآن ربما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من 6 أيام تقريبا كان يتحدث أنه على سبيل المثال وعلى سبيل يعني وقوف الدولة المصرية أمام هذه التداعيات الاقتصادية، إن تحدثنا عن الدقيق بشكل أو بآخر زاد بمعدل 17%، في حين أنه زاد في مجمل دول العالم بنسبة 47%. دعني أتحدث معك أيضا عن هذه النقطة يا دكتور. نعم، أتفق أن هذا التوقيت هو توقيت هو الأسوأ، يعني على اعتبار أن هناك بالفعل أزمة. يمكن في العام 2021 كان أسعار القمح وصلت إلى مرحلة يعني غير مسبوقة منذ 10 سنوات، وبالتالي يعني وصلت إلى ما يتجاوز 40% في ارتفاع الأسعار، خاصة أن العالم يعني في هذا التوقيت لم يتعافى بعد من جائحة كورونا أو التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا. بالإضافة لأن لو نظرت حضرتك إلى الدول الأكثر تأثرا في هذا الأمر، يمكن منطقة الشرق الأوسط على اعتبار أن لديها بعض المشكلات الهيكلية بالفعل، لها علاقة بزيادة عدد السكان، لها علاقة بتآكل الموارد الطبيعية الموجودة بها واعتمادها بشكل كبير في مثل هذا النوع من المواد الزراعية على الخارج. وبالتالي يعني لا ننسى، يعني نأخذ في اعتبارنا كمان أنه حتى العقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الغربي على روسيا، العالم ليس بمأمن من هذه العقوبات. يعني طبعا هذه العقوبات يعني سواء كانت إمكانية تحمل الاقتصاد الروسي لهذه العقوبات أو حتى احتمالية رد روسيا على هذه العقوبات بأمور اقتصادية، فكرة وجود الحروب أو استخدام الاقتصاد كنوع من أنواع الصراع في هذا التوقيت بالذات، أتصور أن العالم بأكمله يعني يمكن أن يدفع نتيجة ونتيجة كبيرة من هذا الأمر. يمكن الأرقام خير دليل على هذا الأمر، إحنا وصلنا أو نتحدث عن أكثر من 820 مليون يعانون من الجوع وفقا لتقديرات العام 2021، وده طبعا بيتعارض مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة اللي أحد المحاور الرئيسية فيها أنه القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وبالتالي المجتمع بالكامل والعالم بالكامل يمكن أن يدفع ضريبة وضريبة باهظة أمام هذا، أو استخدام الاقتصاد والطاقة في
تصفيه هذه النزاعات. اذهب معك لبعد اخر، بعد المواطن دكتور محمود، يعني المواطن على راس اولويات الدوله المصريه في شتى المجالات وشتى الانحاء دائما وابدا، مع هذه التداعيات الاقتصاديه على العالم اجمع ومصر ليست بمنأى منها كما تفضلت بالذكر. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث في وقت سابق ان الدوله بتتحمل 100% من زياده اسعار القمح في الخبز المدعم، كانت وما زالت، ذلك بالتأكيد سيؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي بتتحملها لتوفير أيضا حياة كريمة للمواطنين، لأنه ده من أولويات الدولة المصرية. تحمل الدولة لهذه التكلفة أو 100% من زيادة أسعار القمح في الخبز المدعم، كيف سيؤثر عليها على الجانب الآخر؟ يعني بطبيعة الحال ده بيعتبر عبء وكاهل كبير على الموازنة العامة، خصوصا في ارتفاع الأسعار العالمية، لأن كمان في ظل احتمالية وجود صراع ما بين روسيا وأوكرانيا اللي بتعتبر أفضل أو أكبر مصدر لهذا النوع، بطبيعة الحال هتحتفظ بكميات كبيرة لتلبية أو للاحتياجات المحلية، وده معناه أن المعروض العالمي من القمح ينخفض، وبالتالي النتيجة الطبيعية هي زيادة ارتفاع الأسعار. كون الحكومة تقر أنها سوف تتحمل لوحدها هذا الامر او هذه الزياده في الاسعار، ده تفاهم طبعا بطبيعه المواطن المصري، لانه هذه السلعه تحديدا وهي سلعه القمح في يعني بشكل خاص، وهذا امر ينفرد به المجتمع المصري، هي من اهم السلع، بل هي الاهم على الاطلاق، يعني يمكن حتى عرفا يطلق على هذا النوع من السلع العيش، يعني وبالتالي وكانه ارتبط بحياه الانسان او بعيش الانسان. في بعض الدول الأخرى يمكن مصطلح عيش له علاقة بمنتجات أخرى غير القمح، فبالتالي الدولة المصرية أو القيادة السياسية يعني تدرك تماما أهمية هذا المنتج لصالح المواطن. احنا داخلين كمان على شهر رمضان اللي طبيعة الحال في معدلات الاستهلاك فيه بتزيد في هذا النوع تحديدا من السلع، ويمكن الدولة المصرية لم تتدخل في هذا الإطار وفقط، وده المنهجية الأساسية، ده اللي بيحدد كمان أيديولوجية الدولة، أيديولوجية الدولة الاقتصادية، وهي حالات الأساسية التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة اقتصاديا، لأن أي سلعة في الوجود اقتصاديا تتحدد أو يتحدد سعرها وقيمتها وفقا لظروف العرض والطلب. طبعا إذا تركنا هذه السلعة تتحدد وفقا لظروف العرض والطلب العالمي، بطبيعة الحال كثير من المواطنين المصريين لن يكونوا لديهم قدرة مالية لتحمل تبعات هذه أو تحمل تكلفة هذه السلعة. هنا بيأتي المصطلح الأهم والأعم، وهو فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بما يضمن توافر سلع معينة للمواطن حتى ولو تحملت الدولة تكلفة هذه السلعة. طبعا بطبيعة الحال ده هيؤثر على او هيعتبر عبء على كاهل الموازنه العامه طبعا، لكن في النهايه هي دي اللي بنسميها السوشيال جي او بي او الوظيفه الاجتماعيه للدوله، الدوله لا تتعامل مع المواطنين بمنطق القطاع الخاص او بمنطق الشركات، ليس الهدف الاعظم لها تحقيق ارباح، وانما الهدف الاهم للدوله هي يعني رفع مستوى رفاهيه المواطن وحصوله على الحد الأدنى من السلع الأساسية. صحيح. أيضا للتوضيح للمواطن دكتور محمود، ماذا نعني عندما نقول أن 35% من التضخم في مصر يأتي من الخارج؟ يعني التضخم، هناك مصطلح للتضخم، طبعا التضخم ده بيعني ارتفاع العام في أو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، يعني أن يحدث زيادة في الأسعار ولكن بشكل عام، يعني على كافة أنواع السلع. أنواع كثيرة من التضخم، منها ما يطلق عليه التضخم المستورد أو التضخم الذي يأتي من الخارج، وده المرتبط بالسلع الخارجية أو بوضع الدولار، وبالتالي ده لا علاقة له بشكل أساسي بسياسات الدولة الاقتصادية، وإنما بنسميه تضخم مستورد قادم أو ليه علاقة بارتفاع في مستوى الأسعار، ولكن لظروف ليست تحت سيطرة الدولة وإنما ظروف عالمية أخرى، زي مثلا لما يحصل أو لما حصل في أزمة الكوفيد أن هناك بعض أنواع السلع ارتفعت، بعض أنواع السلع انخفضت وهكذا، وبالتالي ده معناه أن زيادة لمستوى العام للأسعار، ولكنها زيادة غير مرتبطة بسياسات الدولة
أو بمنهج دولة ولكنها مرتبطة بأحداث خارجية. صحيح. أذهب معك مرة أخرى وأعود لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس يوجه الحكومة بالعمل على تنويع مصادر توفير لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. فيما يتعلق بتوفير مصادر توفير السلع دكتور محمود. مصادر توفير السلع يمكن أحد التوقيتات التي تشابه مثل هذا التوقيت ليس فقط دور الدولة، هي بعض السياسات الاقتصادية الخاصة ب يعني إعطاء دعم زي ما حضرتك كنت بتتفضلي مع الضيف السابق حول فكرة تعزيز أو تحفيز منتجي بعض السلع بتوفير الدعم لهم أو تدخل الدولة، ولكن أحد أهم تدخلات الدولة في هذا الأمر هي عملية ضبط الأسعار وضبط الأسواق، لأنه بينشط في هذا النوع من الظروف بعض المحتكرين للسلع، وبالتالي يجب على الدولة أو الحكومة أن يعني تنتبه لهذا الأمر. ويمكن مثل هذا النوع من الإجراءات وهو تنويع مصادر توفير سلعة معينة أولا يعني بيأتي في ضد أي محتكر يمكن أن يحتكر هذه السلعة وبالتالي يحصل على يعني كمية أرباح أو يحصل تضخم اللي احنا بنسميه تعطيش الأسواق، أو حتى له علاقة بتوفير السلعة وزيادة المعروض منها بشكل معين بالشكل اللي ما يجعلش منها زيادة في الأسعار في الفترات القادمة، لأنه صحيح. أهم أو من محددات الطلب على السلع فكرة التوقعات المستقبلية. إذا كان لدى المواطن فكرة سواء كانت صادقة أو كاذبة أن هذه السلعة بعد فترة زمنية معينة هتخلص من السوق أو المعروض اللي منها هيقل، ده بيخلي المواطن يشتري من الأسواق كميات أكبر من الكميات التي يحتاجها لاستهلاكه الشخصي، وده بيؤدي إلى نتائج كارثية لها علاقة بارتفاع الأسعار. والحقيقة أن ده حذر منه رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة يا دكتور. لكن وجود هذه المصادر وتنوعها لتوفير هذا النوع من السلع وكأنها ضمانة وكأن الحكومة تضمن للمواطن أن هذه السلعة متوفرة وبالشكل الكافي، فلا داعي لاستهلاك هذا النوع من السلع بما يفوق حاجة المواطن، لأنه لا وجود أو لا توجد أي توقعات مستقبلية تنذر بوجود نقص في هذا النوع من السلع. الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي ضخم من هذه الأنواع من السلع، ويمكن تنويع مصادر توزيع السلع ده ضمانة أساسية، وكأن الحكومة تريد أن ترسل رسالة طمأنينة للمواطن أن هذه السلع متوفرة فكل مواطن يستهلك بما يحتاجه لذاته. نعم، أعود معك للمربع الأول أخيرا دكتور محمود. إذن في سياق هذه المداخلة، بكل وضوح بعد أزمة كورونا مصر خرجت بمعدل نمو 4.3% إلى 5% بحسب شهادة كل المؤسسات الدولية، واستطاعت الحقيقة أن هي تتصدى لتداعيات كورونا على الداخل المصري. الآن مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا على المجال الاقتصادي، ما توقعاتنا للاقتصاد المستقبلي في مصر يا دكتور؟ يعني الدولة المصرية بصمودها أمام جائحة كورونا وبشهادات المؤسسات الدولية اللي زي ما حضرتك تفضلتي، وخصوصا أو على رأس هذه المؤسسات البنك والصندوق الدولي، ويمكن اللي كان بيتكلم عنه صندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية يمكن هي المنطقة أو الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت معدلات نمو موجبة في ظل هذه الأزمة، وده يمكن كمان خلى الدولة المصرية تحصل على مصطلح ربما هو المصطلح يعني الأول أو مصطلح لم يكن ظهر في الفترات السابقة، وهي مرونة الاقتصاد المصري. صحيح. مرونة الاقتصاد المصري يعني أن قدرة اقتصاد الدولة على تحمل تبعات الصدمات الخارجية عامل إزاي، وده معناه أن هناك تنوع كبير في مصادر الدخل القومي للدولة. دخل القومي للدولة حينما تقاس قوته لا تقاس بصورة مطلقة أن حجم الدخل القومي كام تريليون، ولكن يؤخذ في الاعتبار ان ما هي مصادر هذا الدخل القومي. يعني بعض الدول يمكن اللي بتفوق الدوله المصريه في حجم الدخل القومي كرقم مطلق لكن اقتصادها منكشف، بمعنى انه مثلا في بعض الدول بيوصل 84% من اجمالي الدخل القومي على قطاع واحد، فده معناه انه إن هذه الدوله اقتصادها منكشف. صحيح. لانه لربما تحصل اي مشكله في هذا القطاع ده معناه اني عندي 84% من الدخل القومي للدوله معرض للخطر. نعم. لكن تنويع
الدخل القومي ومصادر الدخل القومي للدولة المصرية، ده يعطي الدولة المصرية قدرة على أو مصطلح مرونة الاقتصاد القومي بالشكل اللي يسمح معه للتعامل مع أي صدمة يمكن أن تحدث من الخارج. يعني لا أريد أن أغفل أنه ما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل أو بآخر طبعا حتؤثر على الدولة المصرية لأنها من أكبر مستوردي القمح، لكن الدولة المصرية لديها اقتصاد قوي مرن قادر على التعامل مع ما يحدث في الخارج، وبالتالي هذا يعطي قدر كبير من الطمأنينة حيال هذه الأزمة. أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المداخلة وعلى كل ما تفضلت به. إذن في سياق هذه المداخلة الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد في جامعة أسوان، شكرا جزيلا لك.